السلام عليكم، اهلا بيكم. الفيديو اللي بعمله معاكم النهارده هو طبق من الاطباق السودانيه السهله، وهو عباره عن يعني صنف من المشهيات او المقبلات بيعملوه في المناسبات وفي الافراح. هو مغذي وسهل ولذيذ، وهنشوفه مع بعض. المكونات بتاعته كلها بسيطه جدا. يعني اول حاجه بيبقى عندنا زبادي، وعندنا نص معلقه من الثوم، وكمان عندنا ثمرة من الخيار، وكمان قرن من الفلفل. المفروض بيبقى من الفلفل اللي هو الرومي البارد، لكن انا عشان احنا هنا بيحبوا الحامي، فانا حطيت يعني واحد صغير من البارد واثنين ثلاثة من اللي هو الحامي الاخضر، فده حسب اي رغبتك. وقلنا الزبادي والثوم، وعندنا ربع كوباية صغيرة من الخل، وبطاطس مسلوقة، ومعلقة من السمسم أو معلقة من الطحينة، ورغيف من العيش الأبيض الشامي منقوع في شوربة. يعني أنا جبت الرغيف وتنقعيه في شوربة لحمة. بعد كده بناخد الحاجات المكونات دي ونضربها في الخلاط، والقوام بتاع بقى السلطة اللي هي الناتجة دي اسمها السلطة البيضاء السودانية، بيتوقف على كمية البطاطس اللي انت هتضيفها. فانت عايزاها تقيلة بتزودي البطاطس، عايزاها يعني وسط بنقلل البطاطس. فانا هضيف بقى الحاجات دي كلها هنا اهوت، وكمان هحط الزبادي بالثوم في الخلاط، وكمان هنحط الفلفل، فلفل بالخيار، ومعلقه السمسم، لان ريحه السمسم او ريحه الطحينه بيبقى ليها يعني مذاق تاني كده مميز، فمعلقه السمسم برضو هتتضرب معاهم فهتبقى ريحتها كويسه. بعد كده ايه هنضيف بقى ايه هنا العيش بتاعنا المنقوع في الخلاط، وهنضربهم زي ما قلنا منقوع في شوربه، وهنضربهم كويس ونشوف القوام بتاعنا. نجيب معلقه، اضفت بقى العيش اللي احنا كنا ناعينه من غير ما نعصره ولا حاجه، وخدناه بالشوربه بتاعته، وسيبنا شويه كده على بال ما نضرب الكميه دي ونشوف القوام بتاعهم. وطبعا هنظبط نحط شويه ملح عشان نظبط الملح، واضربهم ونيجي نشوفهم مع بعضنا. وده القوام بتاع السلطه بتاعتنا بعد ما ضربنا المكونات كلها على بعضها بالشكل ده. هنحطها بقى في البولات بتاعتنا ونشوف طعمها. بس في الحقيقه انا دقتها، الطعم بصراحه ما كنتش متوقعه انه بقى بالحلاوه دي. ادي اول بوله، ده بقى القوام بتاع السلطه بتاعتنا، السلطه السودانيه البيضه اللي بيعملوها في المناسبات، اي مناسبه يعني بيعملوها دايما، مشهورين بيها. فهي بصراحه طعمها جميل جميل قوي، وفعلا مشهيه مشهيه. بس انا لما حطيت اضفت، انا بالنسبه لي لما اضفت اللي هو الحامي ادها طعم مميز جدا. فلو في حد بقى غاوي زي حالتي كده الطعم اللي هو الحامي، هتديله نتيجه حلوه اكتر من الطعم البارد. في الحالتين هيكون طعمها حلو ولذيذة جدا جدا جدا. اتمنى تعجبكم وان شاء الله تجربوها، ولو عجبتكم وجربتوها ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناة. تحياتي ليكم، عزة سلام.